مضى فصل الصيف بأيامه السعيدة، واليوم ككل صباح آخر تذهب هايدي مع بيتر إلى المروج والمراعي. بيتر هيا أسرع. أنا قادم. لقد اعتادت فتاتي الصغيرة على الحياة في الجبال، ألا تعتقد ذلك يا برنارد؟ إن النوم سلطان. انظر يا بيتر، تلك الغيمة تبدو كأنها موعظة كبيرة. إنها تتحول إلى الكون. أتريدين شيئا من الطعام؟ دائما تفكر في الطعام. رائحة الطعام لذيذة. أنت فجعان، ما الوقت ما زال مبكر. يوكي، انظري هذه الزهور، تعال. هايدي، انظري إلى قبعتي. هايدي، هيا نتجه إلى ماوى. أسرعي. لم نتناول طعامنا. العاصفة تقترب منا. هيا. ولكن ما الداعي إلى ذلك؟ عاصفة قادمة. أسرعي. ماذا تعني يا بيتر؟ أهي بعيدة؟ إنها آتية بسرعة. ما دام بيتر بصحبتها فلن يقلقني أي شيء، فهو حريص. هايدي، اركضي. يا بيتر، لقد غمرني المطر. يجب أن نصل إلى أحد الملاجئ، إلى هناك تحت الصخرة الكبيرة. هل سنكون في مأمن من المطر هناك؟ نركض أسرع من البرد، العاصفة لن تصل إلينا. لا تخاف.
تقلقي بعد الآن. نحن في مأمن من الرعد والمطر، لا تخافي يا هايدي. أنت متأكد؟ نعم. البرق يا سيد. إن هايدي تمر الآن في مجازفة جديدة. غطت غيوم العاصفة السوداء أشعة الشمس وجلل المطر الجبال. لقد هدأت العاصفة وأخذت الشمس تظهر من جديد. ماذا؟ ألم تسمع؟ لا. إنه قادم من هناك. بيتر، إنه عصفور بلله المطر. أيها المسكين، لابد وأنه سقط من ذلك العش. إنه سمين جدا. ماذا المأساة؟ انصرف أيها العصفور. أريد العودة إلى البيت. ماذا؟ ألا نستطيع العودة بعد؟ الماء ترفض العودة قبل أن ترعى إذا توقف المطر. إذا سأعود لوحدي. لماذا؟ علي أن أطعم العصفور. إنك لا تستطيعين الإبقاء على حياته. سأستطيع. لا أعتقد ذلك. سترى. سأعود إلى البيت. هايدي، يوكي، لا تعود إلى البيت، فالوقت ما زال مبكرا. يوكي، تعالي هنا. لا شك أن العاصفة قد فاجأتك يا صغيرتي. انظر ماذا وجدت يا جدي. لقد عثرت عليه. عصفور؟ كان المطر قد بلل. إنه يرتجف من شداد البرد. هايدي، ماذا تريدين أن تفعلي بهذا العصفور؟ هل تسمح لي بالاحتفاظ به؟ هنا في البيت؟ نعم. لا تأكله يا برنارد، هل فهمت؟ أعتقد أنه سيموت يا جدي؟ إنه ضعيف. هل تستطيع إنقاذه؟ دعيني أرى. الحقيقة أنني لست متأكدا. يجب أن أنقذه يا جدي. إنه جائع. المسكين، ما نوع الطعام الذي أستطيع أن أقدمه له؟ ماذا يمكن يا جدي؟ العصافير عادة تأكل الحبوب والحشرات الصغيرة وما شابه ذلك. شكرا لك، شكرا يا جدي. سأجمع له بعض الحشرات.
أضعه هنا؟ بلا شك يا هايدي. مهلا يا عصفوري، سأصنع لك فراشا من العشب. العصفور أطار لها عقلها. قل يا عصفوري. تظنين أن عصفوري ثمين؟ يوكي، لقد قلت أن عصفوري سيموت. لا يزال حيا. وما المهم، مع ذلك فإنه سيموت غدا. لماذا أنت متشائم؟ هل صحيح أنه سيموت يا جدي؟ اطمئني يا هايدي ولا تهتمي بما يقوله بيتر. العصفور سيموت غدا. أنت لا تعرف شيئا أيها الصبي الغبي، اذهب ورع المعز. ولكنني لم أقصد شيء. إلى اللقاء. كل ما تفكر به هو هذا العصفور الصغير. يا لها من حمقاء. بيتر، ما الذي تفعله هنا؟ كيف حال الفتاة الصغيرة عند جدها؟ هل هي سعيدة؟ سعيدة جدا. لا أصدق بأنها سعيدة هناك عند جدها. ولما لا؟ قل لي ماذا تعمل هايدي هناك؟ لقد وجدت هايدي عصفورا. ماذا؟ عصفور؟ إلى اللقاء. بيتر انتظر، لا يرغب في أن يخبرنا أي شيء عنها. هذا أكيد. جدي جدي، ما بك يا هايدي؟ عصفوري لم يمت، لا يزال حيا. عظيم. إنه يزقزق لأنه جائع، فيجب أن أطعمه شيئا. هايدي هايدي، بيتا، عصفوري لا يزال حيا. ماذا تعني؟ انظر، هذا طعام للعصفور. سأدلك اليوم على طريق آخر للصعود إلى الجبال. لن أذهب بصحبتك. ولماذا؟ لأنني لا أستطيع ترك بينكي وحده. بينكي؟ إنه اسم عصفوري، فقد قررت أن أطلق عليه اسم بينكي. إنه اسم غريب، اسمعي مني واتركي العصفور وحده. تعالي معي، فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام. كلا، لن أفعل، ولن أذهب إلى الجبل. حسنا، كما تريدين. يوكي، يوكي، اذهبي مع بيتر، فقد يؤذيك. هيا يا يوكي، اذهبي. بيتر يغادر المكان وهو غاضب، لأن هايدي لا تفكر إلا بالعصفور، صديقها الجديد. وبيتر يعتقد أن هايدي تجرح شعوره عندما ترفض الذهاب معه. لابد أن بينكي جائع الآن. من هو الذي؟ هل هذا يكفيك؟ لحظة واحدة. أه.
ها لذيذة. لقد أكلتها. لماذا أكلتها؟ برنارد اتهم التونة يا جدي. لقد أكل التونة يا جدي. لقد أكلها. اتهم التونة برنارد. وما الغرابة في ذلك؟ فالدود طعامه المفضل. برنارد أرجوك لا تأكل بينكي. يجب أن نصنع عشا أفضل لبينكي يا جدي. لا أظنه بحاجة إلى عش آخر. إنني خائفة. ولماذا؟ ها؟ يريد أن يأكل بينكي. لا تنزعجي. كوني مرتاحة البال يا هايدي. ولكن أنا أعلم أنك غير مرتاح، ولكن كن صبورا، سأحضر لك المزيد من الطعام. برنارد، أين ذهبت يا صديقي العزيز؟ برنارد، لم تكن تقوى على الحركة يا برنارد، لقد أنقذتك، لقد قمت بذلك لإنقاذي، أليس كذلك؟ برنارد، أنا آسفة لأنني شككت بالأمر. لا تكن غاضبا مني، أرجوك، سامحني يا برنارد.
شكرا. وهكذا فإن هايدي قد علمت بالرغم من شكوكها ببرنارد بأنه يحمل في صدره قلبا كبيرا، وهايدي يملأها الأمل بأن عصفورها الصغير وبمساعدة وحراسة برنارد سيكون في مأمن ويعيش في سعادة وطنة. بيتر يسير ودلائل الحزن والاستياء بادية عليه، ذلك لأن هايدي تحب العصفور، وبدون هايدي يشعر بيتر بأن الأيام طويلة. بيتر انتظرني يا بيتر، انتظرني. هل رجوتك بأن تسلم هذه الرسالة إلى شيخ الجبل؟ كل سرور. أنت لا تعرف كم أنا متشكر لك يا صغيري، فبهذه الطريقة رحتني من الصعود إلى ذلك الكوخ، بالإضافة إلى أنني لا أريد مواجهة ذلك الشيخ، لأن مجرد رؤيته تدخل الرعب إلى قلبي يا بيتر. شكرا لك، إلى اللقاء يا بيتر. على محاولة الطيران، لأن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت. لا تنسي بأن بنتي لا يزال صغيرا. سيتعلم الطيران. إنه يطير بسرعة أكبر يا جدي، سيتمكن من الطيران قبل أن ندري نحن بذلك. قد يتمكن من ذلك نتيجة لمساعدتك، إنما من الأفضل أن تمنحيه مزيدا من الوقت يا صغيرتي. حاول أن تطير مرة أخرى. هايدي تفضل أن تقضي وقتها مع بينكي حمقاء. بيتر، عصفوري بينكي يطير، انظر. أرأي؟ هل ترين يوكي؟ هل ما زلت مصرة على عدم الذهاب يا هايدي؟ إذن هيا بنا. بينكي بينكي، يبدو أن كل ما أسمعه منها هو كلمة بينكي بينكي. شيء يجنن. قد سهى عن بالي أن أعطي رسالة إلى جدي هايدي. هاي كل هذا يجري بسبب هايدي، شيء يجنن. جدي، إنني أرغب في الذهاب إلى المروج الخضري مع بيتر. هل تسمح لي؟ أرغب في ذلك. وتتركين بنتي لوحده؟ كلا، سأخذه معي، فهو يستطيع الطيران لوحده الآن. أرجوك يا جدي. Thank you.
تطير لمسافات أطول. هايدي؟ بيتر! أنظر! إن بينكي يتيم! لقد قطع كل هذه المسافات وهو طائر كبقية العصافير! لماذا لم تخبريني بأنك قادمة اليوم؟ ماذا؟ لو علمت بأنك قادمة لانتظرت حتى تأتي معي. ولماذا أنت غاضب؟ إليك هذه، خذيها، قد نسيت أن أعطيها لجدك. ما هو؟ إنها رسالة يا هايدي. ماذا؟ كما أنت غبية يا هايدي، الأفضل أن أسلم الرسالة إلى جدك عندما نعود. والخبز خذها. أخذها لي؟ لا أستطيع أن أكلها كلها يا بيتر. شيء رائع، هذا جميل جدا. استمر يا بينكي، دعنا نراك محلقا. إنه يطير. هيا حلق وارتفع. ارتفع أكثر. بينكي عد إلى الأرض. بينكي عد. الصق، إنه الصق. دعي بينكي يعود حالا. لقد خدش الظهر. هل أنت بخير؟
بخير؟ نعم أنا بخير يا هايدي. أنا صقر الآن. معدتي تناديني، ألا تسمعين صوتها؟ إنني جائع جدا. وأنا أشعر بالجوع. هيا إلى بنك يحب الأكل. أنت الآن هادئ ساكن، ولكن الصقر كاد أن يأكلك. ألم تكن خائفا؟ ما أطيبه. هيا بنا. وكذلك وايتي ودينا، هل رأيتهما يا هايدي؟ كلا. ها؟ يوكي يوكي. وايتي دينا. بيتر ابقي هنا وسأذهب أنا للتفتيش عنهما. بل أفضل الذهاب معا. الصخور هناك خطرة. من الجائز أنها هناك. ربما. هيا بنا. الضباب كثيف، يجب أن نسرع. الضباب يزداد كثافة. يوكي وايتي. يوكي دينا. الصخور الخطرة تبدو بعيدة جدا، إلى أين ستذهب؟ بيتر. إنها ليست هنا. فقد قلت لك أن تبقي مع القطيع. بيتر. بسبب بينكي، فهو يضيع وقتنا. أنت لا تحب بينكي. يوكي إنها موجودة هنا، هيا ساعديني يا هايدي. بكل سرور. يوكي دينا. هايدي لا تذهبي بعيدا. علينا فقط أن نتبع بيتر وسنكون مع القطيع بعد قليل.
رؤيته الآن؟ لا أستطيع رؤية الجسر الخشبية هايدي. ماذا تعني بقولك هذا؟ بسبب الضباب المتكاثف عجز بيتر عن رؤية القطيع أو الجسر الخشبي الذي يدلهم على طريق العودة، فقرروا البقاء في مكانهم حتى يزول الضباب أو يأتي أحد لنجدتهم. في هذا المكان؟ ولما لا؟ أن لا تكون بقية القتيل قد ذهب أيضا. أنا قلق يا هادي ولست أدري ماذا أفعل. بنتي ما المشكلة؟ إنه جدي. جدك؟ جدي 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 يا بيتر جدي. عندما رأيت الضباب يتجمع خرجت للبحث عنكما. ماذا حدث للمغز يا بيتر؟ قل لي أين هي؟ العنزات وايتي ويوكي ودينا قد ضاعوا. الحق يا جدي ليس على بيتر، لقد كاد الصقر أن يبتلع بينكي. أجل أجل، قصي علي حكايته يا طفلتي الصغيرة. بيتر أظهر شجاعة نادرة بعد أن كاد الصقر أن يقطف بينكي. هكذا إذن، حسناً، عرفت أنكما جائعان ومن الجائز أنكما في خضم هذه الإثارة قد نسيتما أن تأكلا. عظيم، الواقع أننا لم نتناول شيئاً. بيتر، هل توافق؟ بيتر لا تأكل بسرعة. بيتر لا تأكل بسرعة فقد تغص، ألم أقل لك ذلك؟ ها؟ إنه دائما يأكل بسرعة يا جدي. ها؟ ساعي البريدي أعطاني هذه رسالة لك، لقد نسيت أن أعطيها لك قبل الآن، آسف. رسالة؟ أجل، وهذه هي. الرسالة من عمتك ديدي. تصبحين على خير يا صغيرتي، أرجو لك أحلاما سعيدة. وأنت أيضا. إنني أشتغل وأنا بخير، ف
فرانكفورت مدينة جميلة، وأتمنى لابنتي أخي وحبيبتي هايدي أن تتمكن يوما ما من زيارة هذه المدينة. جدي، ماذا تريدين يا هايدي؟ ماذا بك؟ عندما شاهدتك تخرج من بين الضباب شعرت بسعادة وفرح. هايدي، بدون أي تردد ألقى الجد بالرسالة في النار. لقد أصبحت هايدي أعز إنسان بالنسبة له، ولن يسمح لأي كان أن يأخذها منه. منا اتركه وشأنه، هو يحب اللهو مع تلك الفتاة الصغيرة. أتقصد هايدي؟ أليس كذلك؟ هايدي ليست غريبة؟ طبعا غريبة، لو كانت ليست غريبة لما عاشت مع ذلك الشيخ البشع. احفظ لسانك. احفظ لسانك أنت، ومن الجائز أن تكون مزعجة كذلك الشيخ. هذا كذب وهراء، سيخطفك هذا الشيخ يوما. صباح الخير، لا تنسى أن تعتني جيدا بعنزاتنا. حاضر. عما تتحدث هذه الفتاة الصغيرة؟ تريد أن تصبح راعية للمعز. راعية؟ هيا بنا. مسكين هذا الصبي، الشيخ يجبره على العناية بهايدي. تحلبين المعز؟ هل سترى كيف سأفعل ذلك؟ أمتأكدة؟ طبعا يا جدي.
هل تحلب العنزة مثلي؟ أرى الآن أنني بحاجة إلى مكان أكبر وأوسع. ذلك لأن وعيتي شقية. حلب العنزة قد يبدو أمرا سهلا، ولكنه ليس بالسهولة التي تتصورينها. سترى، سأتعلم كيف أحلبها بطريقة أفضل. لا تتحركي كثيرا. اهدئي يا وعيتي. بأن دينا من النوع الغيور يا هايدي. ما معنى النوع الغيور؟ تريد منك أن تهتمي بها هي أيضا. ساعدني يا جدي. لا زلت بحاجة للمزيد من المعرفة. أنا سأحلبها. علي أن أسكت. صباح الخير يا بيتر. صباح الخير. سأعلمك يا هايدي. هيا بنا سأعلمك. في هذه الأثناء يقرر شيخ الجبل أن ينزل إلى القرية لأول مرة منذ عدة شهور كي يبيع الأواني التي صنعها وكذلك الجبنة التي صنعها من حليب المعز. إنها رحلة لن يستطيبها شيخ الجبل لأنه لا يحب أهل تلك القرية. حسنا سأذهب الآن. ابقى هنا يا برنارد وواظب على الحراسة، وعندما أعود سارة. أتريدين أن أتناول الطعام؟ الطعام هو كل ما تفكر فيه؟ انظري قد أشرقت الشمس. قال لك إنه جائع. مهلا مهلا. سأنادي على المعز. ماذا ننتظر يا بيتر؟ هيا نذهب لنجمعهم جميعا. تعال هيا المسمعون المسمعون هيا بنا هيا بنا تعال. بهذه الطريقة تخيفين القطيع. حسنا لا أريد أن أجمع، أريد أن أتأكد بأن جميع المعز موجودة. حسنا ولكن هل تستطيعين؟ طبعا أستطيع. واحد اثنين ثلاث واحد اثنين
أن أباشر العد من جديد. لا بأس، فقد أجريت العد بنفسي. ولكن كيف فعلت ذلك؟ الأفضل أن تجري العد وأنت بعيدة عنها. أوه، الآن فهم. سأحلبها أنا الآن. أرجوك يا بيتا، دعني أحلبها أنا. ولكن لا تعرفين كيف. بل أعرف، أريد أن أحلب عن ذاتي يا بيتا. ولكن قلت لي هذا الصباح بأنك لم تستطيعين ذلك. ولكني أتعلم لو أني فقط. كما تريدين، لا أعتقد بأنك ستعرفين كيف. تماما كعدم معرفتك بطريقة الصفير. علمني أرجوك يا بيتر، علمني. لن أفعل ذلك. حسنا، وأنا لن أعطيك أي قطعة من الجبنة أو الخبز. ماذا؟ يا إلهي، اتفقنا إذن، سأعلمك الطريقة. شكرا يا بيتر. هذا العجوز يضايقني عندما أراه. ألم تكن صديقا وفيا لابنه؟ يجب عليك أن تصادقه. إيه الحديث عنه يضايقني، ومقابلة ذلك الشيخ تثير غضبي. وأنا مثلك. انظري، إنه الشيخ، إنه نازل من الجبل. أين هايدي؟ يبدو أنه تركها في الجبل اليوم. إنه الشيخ العايش في الجبل. نعم هو. مرحبا يا أخ، تبدو بصحة جيدة. وأنت كذلك تبدو بصحة جيدة. لماذا لا تأتي لزيارتنا بين الحين والآخر؟ شكرا، إنني مشغول هذه الأيام. هذا فظيع. مسكينة هايدي، كيف تركها في الجبل؟ لقد قلت لوديدي إنها ارتكبت غلطة كبيرة بتركها ابنة أخيها هايدي مع ذلك الشيخ المريع. جاء العجوز. صباح الخير. صباح الخير. تريد خبز؟ نعم، لم نرك منذ زمن طويل. هل كل شيء على ما يرام؟ أحضر الخبز. لدينا خبز طازج يا سيدي. إليك الخبز يا سيد. ما هذا يا سيدي؟ ماذا؟ هذا لا يكفي. إن الكمية كافية يا سيدي. صحيح أنني أعيش في الجبل، ولكن هذا لا يعني أنني أحمق، فأنا أستطيع العد. عدها إذن وستجد أن العدد صحيح. الآن تذكرت، فإن سعر الخبز قد ارتفع منذ قدومك إلى هنا. هذا صحيح، لو أنك تأتي إلى هذه القرية مرارا. يعني إنكم لازلتم تعتقدون بأنني شيخ معتوه؟ ها؟ كلا كلا. كم أنتما ذكيان، هل تحاولان غشي وخداعي؟ خداع؟ أرجوك لا تتفوه بذلك. كل أهل القرية هنا يعرفون بأننا ناس شرفاء، لسنا خداعين يا سيدي. حسن جدا، ولكني لا أصدقكما ولن أتعامل معكما أبدا من الآن فصاعدا. هناك أفران أخرى في ماينفيلد. إنه عصبي المزاج، لما كنا نفكر بأنه سيفعل وعد بنا. يذهب جد هايدي إلى ماينفيلد لكي يبادل الجبن التي صنعها بكمية من الخبز. وقد وجد في مخازن تلك المدينة الصغيرة بعض الأغراض التي يحتاجها لنفسه ولهايدي. معدتي. بيتر، قل لي ما بك؟ ماذا جرى؟ معدتي انها تؤلمني. طبعا، لانك اكلت الكثير من الجبنة. يجب ان اجمع الكثير. معدتي. دينا.
اتركيني. آخ ما الأمر؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لا تسأليني أين. جيد. أنا لست براعية صالحة يا بيتر. فأنا لا أعرف كيف أصفر. هل سمعت؟ لقد أحسنتي. أنت عظيمة. وايتي بنكي، لقد نجحت. أنا راعية ناجحة منذ الآن، أعرف كيف أصفى. أنا ماجي. كيف الأحوال؟ هل ذهبت إلى القرية اليوم؟ نعم. هل هايدي بخير؟ نعم. عظيم. اهدئي يا وايتي، دعيني أحلبك، أريد أن أفاجئ جدي. عظيم.
نحضر العشاء. لقد اشتريت كمية كبيرة من الخبز وقطعة كبيرة من اللحم. عظيم، إليك هذه، لقد اشتريتها خصيصا لك. شكرا يا جدي، تبدو لذيذة، هل تستطيع أن آكلها؟ طبعا، فهي كلها لك. لذيذة، أنت رائع يا جدي. من الأنسب أن تغسلي يديك للعشاء يا هايدي. إنني جائعة. هذا لحم رائع من عندك، له لذيذ.